أين متابعي طقس العرب في السعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود طقس غائم جزئي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 31 درجة مئوية، الملموسة 29 أمر رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ بسكاكا 40 إلى 25، عرعر 42 إلى 25، تبوك طقس صافي 38 إلى 24. المنطقة الغربية جدة طقس صافي 41 إلى 29، المدينة المنورة 43 إلى 29، مكة المكرمة رياح نشطة 44 إلى 32، والطائف 34 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في الباحة 33 إلى 25، أبها 33 إلى 21، وجازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية حيث يسود الطقس حار في المنطقة الشرقية بشكل لافت، الدمام تسجل 45 إلى 29، حفر الباطن 45 إلى 34، والإحساء 46 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 43 إلى 31، بريدة طقس صافي 43 إلى 27، وحائل 39 إلى 25. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.